الإشهار وكذا. المهم تواصلوا معاه، تفاهموا على الثمن وتفاهموا على الكونتيتي. تواصل معنا هذا السيد هذا باش اللي ليفريو ليه هاد هاد لا مارشانديز. الغريب في الامر هو انسيست عليه السيد باش تليفري ليه في الويكاند في السبت. وبحكم انت ما كتكونش عندك علاقه صله مع شي شركه، ما كتكونش عارفهم مزيان وكذا، البيمون خصو يدوز اسبيس ولا كيدوز بشيك سيرتيفي. ايوا وعلاش كيانسيستيو هاد الناس باش يدوز دوز اوبيراسيون في الويكاند؟ لان لي بونك ما كيكونوش خدامين. اكزاكتومون. ايوا حنا اللي فريا لا مارشانديز السبت، حنا العلاقه ديالنا مع الكليان في البيع والشراء، مع من باع ومن ما باعش، داكشي شغال وهادي. صيفطوا السلعه خاصكم تخلصوا، صيفطي السلعه مشات السلعه تماما. السيد جا خدا السلعه ديالو، خلص هذيك شيك، مشى لي بري السيد خلص بالشيك. لا هو عطانا الشيك ديالو هو اللي هو خلص البيتا وقال يتعامل معاه، ما عطاوش شيك سيرتيفي. داكور. بحكم العلاقه ديالنا هنا في المارشي اللي عندنا علاقات كثيره وكذا، العلامه التجاريه ديالنا معروفه. زيد كمل. حاول تصرف فيها. تفضل. من بعد ساعه ونص بالمكانه كيجيوني اتصالات من الكليان وحدين اخرين كيتشكاو من الثمن ديال السلعه، تيقول لنا كتباع واحد السلعه ديالكم معروضه باقل ثمن. الله اكبر. فاش تواصلت مع السيد قلت لي واش كذا كذا، المهم سولت بعض الاسئله، صيفط لي الشيك سيرتيفي. قلت لي واش انت خديتي الشيك سيرتيفي في الويكاند؟ قال لي قلت لي واخا انا تواصلت مع واحد المدير ديال واحد لابونك. قلت لي واش بوسيبل هاد القضيه وكذا، المهم بغيت نفهم منه شي حوايج. الغريب في الامر ان ديك لا سوسيتي ديال اللي كاينه في الرباط اللي هو مصب الشيك ديالهم، فاش كتسول عليهم هما الكونت ديالهم داكشي مضبوط مريقل، ما عندهم حتى شي مشكل، وهذا الشيء اللي كيزيد يساعد هذا النصاب هذا. كيفاش دبر على الشيك سيرتيفي؟ دابا الشيك لقاه سيرتيفي، تلقاه طيح سيرتيفي. نو، الشيك خدا الشيك ماشي سيرتيفي، ولكن هما عندهم لي طامبو وكذا مزورين كيزورهم، لان الشيء كيرجع على التصوير ما كيرجعش على يعني مشات ليكم، يعني مشات السلعه وتا السلعه ديالكم، ولا عندكم مشكل مع الكليان؟ انا نزل القيمه ديال السلعه، الكليان كيقول لي تي كتبيع القيمه تماما. السيد من بعد كيحاول يتصل بالسيد اللي باع ليه السلعه، التليفون طافي ما كيجاوبوش. دونك الانسان اللي بغى يتعامل في المعامله التجاريه لي سيكتيفي ما ياخذهمش السبت والحد. هادشي اللي كاين السي رضوان.